طيب احنا لازم راشد يقعد جنبه عشان يشغله. طيب صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد ان من افضل الثمار اللي الواحد اخذها في شهر رمضان ثمره مهمه جدا، اللي هي ثمره المحافظه على الصلاه في المسجد. دي من اعظم الثمار. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في سوره المدثر ان اصحاب اليمين في جنات يتساءلون. بيتساءلوا عن مين؟ ربنا اعطاهم تايتل سيء جدا، عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اي حد بيتكلم شغال معاه على طول، اي حاجه بيتكلم في اي شيء. إنما من أعظم الأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أن تحافظ على الصلاة في المسجد. ليه؟ ربما صلاتك في بيتك تسرح، تضيع وقتك، ما تركزش في الصلاة، لكن صلاتك في وسط الجماعة حتى لو سرحت، ربنا سبحانه وتعالى من فضله وكرمه على هذه الأمة ينظر لجمع المسلمين، ينظر لجموع المسلمين، ثم يرى ربنا سبحانه وتعالى بعلمه أخلص القلوب. شوف رحمة ربنا بقى بتصل لإيه؟ أخلص القلوب. ثم يحاسب المصلين كلهم على إيه؟ على ذلك القلب المخلص كلهم. طب وإذا كانوا كلهم مش مخلصين وكلهم بيسرحهم وكلهم مش عارف إيه؟ يغفر الله عز وجل لهم بسبب الجماعة. بسبب الجماعة هم القوم الذين لا يشقى بهم إيه؟ جليس. يبقى في رحمة من ربنا كبيرة، إيه؟ رحمة من ربنا كبيرة كمان لها انعكاس في سلوكك. بيحكوا للشيخ علي طنطاوي السوري رحمة الله عليه، بيحكي إنه في شيخ من شيوخ الأزهر في الثلاثينات. الأزهر معروف إنه في ثلاث مذاهب معتمدة، الحنابلة قليلين جدا، حتى كانوا في الأربعينات كانوا عاملين للطالب 70 جنيه، يدلوا الطالب 70 جنيه عشان يدخل مذهب الحنبلي في السنة. 70 جنيه دي كانت ثروة كبيرة جدا، 70 جنيه أيام قبل ما تتنهب مصر المحتلة يعني، 70 جنيه كتير قوي يعني. الظاهر الشيخ ده كان من المتمذهبين إن صلاة الجماعة فرض، فرض عين، فرض عين يعني إيه؟ يعني على كل واحد. الآراء الأخرى بعضهم قال لك إنها فرض كفاية وبعضهم قال سنة مؤكدة. فكان الرجل ده حريص جدا على أن يذهب إلى الصلاة في المسجد الخمس فرائض. حياته كلها إيه؟ الأزهر يدرس ويصلي ويروح البيت، دي حياته كلها. فاجتمع يوما مع مجموعة من المشايخ، قالوا له يا شيخ يعني أنت على طول حياتك كده من المسجد للبيت، من التدريس للبيت، ما تطلع تتفسح شوية كده يعني، شم نفسك برضو يا أخي، ساعة وساعة مش كده، ساعة وساعة يعني، رفع عن نفسك كده. قال لهم إن شاء الله. في يوم من الأيام طلع بعد العصر وشاف واحد من اصحاب العربات اللي هي بيجرها الحصان دي، عارفينها العربيه اسمها حنطور، حنطور بيسموها في مصر حنطور، اللي هي بتبقى العجل بتاعها عجل خشب كبير كده، وبتبقى بتاخد فرد او اثنين ولها مظله كده، يعني حاجه موجوده في سان فرانسيسكو يعني، يعني مش في الفلاحين بس، في سان فرانسيسكو موجوده يعني، اللي ركبها في سان فرانسيسكو يعني. المهم فصاحبنا اللي بيسوق العربية دي بيسموه ايه؟ عربجي. عربجي دي كلمة تركية مش كده، كل الحروف اللي بتبتدي بجي وخانة دي عربخانة والحاجات دي كلها بت ايه؟ كلمات تركية. عربجي. العربجي دي في مصر مهنة وكمان صفة. مهنة وايه؟ وصفة. ممكن تكون مهنة ويكون راجل محترم جدا. ممكن يكون واحد مش عربجي مش شغلانته، بس هو عربجي سلوكا. عربجي سلوكا يعني ايه؟ يعني قليل الأدب. قل الأدب. الشيخ حظ الحلم جه في عربجي مهنة وسلوكا، يعني اختبار من كل ناحية. الله يكون في عون الشيوخ، قولوا أمين. ربنا يكون في عوني أنا، اللهم أمين. فركب صاحبنا معاه، قال له يا ابني اسمع، ما بين العصر والمغرب وقت قليل جدا، فأنت هتلف بيها في شوارع القاهرة كده تفسحني، لكن خليك يا ابني قريب من الإيه؟ من المساجد. خليك قريب من المساجد. ليه؟ لان انا ابني حريص ان اصلي صلاه الايه؟ صلاه الجماعه. وزي ما قلت لك كده ان كان صاحبنا ده كان خبيث النفس. قال لك شيخ وبعمه، خلينا نضحك عليه شويه.
نسخر عليه شويه. فدخل بيه في حاره في مصر زمان، كان في حارات للدعاره مقننه بالقانون بالقانون. فدخل الحاره بتاعت الايه الدعاره دي، وجه عند بيت من البيوت دي فيها سلم، عارفين درجات السلم القديمه كده اللي شافها يعني في يعني احنا صغيرين كنا بنشوف السلالم دي، السلم تحس ان الدرجه الواحده عايزه سلم تطلع عليه، تطلع كده زي درجه المكتب نص المكتب كده مرتفع كده. عليه ثلاث درجات وفي قاعده كده زي مصطبه كده حته القاعده كده. فقال له اسمع يا شيخ، المغرب خلاص قرب يجي والشمس هتغرب، ده هو مسجد، انزل عشان تصلي صلاه الايه المغرب. واشار له على بيت من بيوت الايه ممارسه الرذيله. الشيخ راجل طيب يعني حياته كلها في العلم وفي الصلاه والاشياء، وده مش صح يعني صح، لازم برضو الشيخ يكون ايه مدقدق مش كده، لازم يعرف الناس كويس يعني، والا تبقى يضحكوا عليه. نزل صاحبنا، لكن شوف حفاظه على يعني على الصلاه في الجماعه. لما نزل شوف ربنا اولا عصمه ازاي، طلع الثلاث درجات دول وهو كان سمين تخين شويه كده، فما قدرش ايه يدخل جوه، لم يستطع ان يدخل ايه في الداخل. على المصطبه دي في سلم في كرسي، فهل اجلس عليه الى ان تغرب الشمس؟ ولما ياذنه ابقى ادخل اصلي معاه. شوف عصمه ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا لما بيعصم احبابه سبحانه وتعالى. فقعد صاحبنا على الايه على الكرسي، بعد شويه غربت الشمس ما سمعش اذان، فطلعت فتاه شابه يعني، فنظر اليها وقال لها يا بنتي فين ابوك؟ ابوك ايه؟ هو يظن ان ابوها هو المؤذن، لان زمان كان المساجد بيعملوا بيوت للايه للمؤذنين والمقيم الشعائر والشيوخ جنب المسجد. فين ابوك عشان يؤذن المغرب؟ المغرب غريب يا بنتي، وبين المغرب والعشاء وقت قليل، خليه يأذن لصلاة المغرب عشان نصلي. فالبنت بصت له كده واستغربت، تخيل انت على بيت دعارة شيخ بعمة قاعد، تخيل انت المنظر يعني شيء العقل ما يصدقهوش يعني. فقالت له أذان ايه؟ لها أذان المغرب. وقعد بقى ايه يقرأ في أذكاره كده وهو منشغل فيها، الشمس ايه غربت مفيش حد أذن. قال لها يا بنتي طب أقول لك إيه؟ طالما مفيش حد أذن أنا صراحة مفيش جهد أدخل جوه المكان ده، ما عنديش صحة أدخل جوه المكان ده، تعالي صف يا بنتي ورايا ونقيم الصلاة ونصلي بيكي حتى آخذ ثواب الجماعة، حتى آخذ ثواب الإيه؟ الجماعة. فالبنت تنحت طبيعي يعني، بصيت له كده ومش عارفة تتكلم. فهو بسرعة فكر ممكن تكون معذورة، اللي هو العذر بتاع بنات حواء يعني حائض أو كده يعني. فقال يا بنيتي لعلك لست طاهرة، لعلك لست إيه؟ ما قالهاش أنت معذورة؟ لا يمكن أنت مش طاهرة، لكن هذه الكلمة وقعت في قلب الفتاة كأنها أيقظت الفطرة اللي ربنا فطر الناس عليها، فطرة الإيمان. فدمعت عيناه وجست على ركبتيها وبدأت تحكي له، قالت له ده مش مسجد، ده مكان كذا 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 كذا، وانت جيت في مكان غلط، في مكان غلط، وانا اريد ان اتوب على يديك. شوف بركة صلاة الجماعة، عصموا ربنا من ايه من المكان هذا لم يدخل فيه. اثنين، كلماته الطيبة كانت سببا في ايه في توبة هذه الفتاة، فأخذها وذهب إلى أقرب مسجد صلى، هو لحق يعني الجماعة مع بعض الناس، ربنا سبحانه وتعالى ما ضيع له يعني نيته. ثم أخذها، وكان في امرأة في القاهرة كانت بتأوي الفتيات اللي بيجوا من الإيه من الأماكن البعيدة، بدل ما ينحرفوا كانت بتأويهم وتقوم على تربيتهم وتعليمهم الإسلام والأشياء. وقال لها هذه، شوف الأدب بتاع الراجل ده، قال هذه إحدى قريباتي قد أتت إلي من بلاد بعيدة وقد مات جميع أهلها، فرعيها وأنا سأعاونك بما أستطيع من الإيه من المال. فصاحبتنا صدقت وبدأت تربي وتعلم وما إلى ذلك.
بعد 6 أشهر وجد لها زوجا صالحا فزوجها إياه. ده بركة صلاة الجماعة. يبقى اللي بيحافظ على صلاة الجماعة ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه. بيعصمه فين؟ في الدنيا. طب واللي بيعصمه في الدنيا يبقى يعصمه في الآخرة. يعصمه في الآخرة. الأمر ده كان فيه حرص من الصحابة إن هم يكون لهم علاقة وثيقة بالمسجد. بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه طلع يصلي العشاء قبله مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم راح يصلي العشاء، فسلم عليه وأخذ بيده مسكه في إيده ومشى بيه. دخلوا المسجد لقوا مين في المسجد؟ أبو موسى الأشعري. بيعمل إيه أبو موسى الأشعري؟ منتظر الصلاة. هذا الرباط، ربنا سيدنا النبي قال فذلكم الرباط، بياخد ثواب المرابط على الثغور اللي احنا قلنا الليلة بتاعته أفضل من ليلة الإيه؟ من ليلة القدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أهو مؤمن؟ بيسأل النبي، بيسأل مين؟ بريدة على أبو موسى الأشعري اللي بيقرأ قرآن ومنتظر الصلاة، أهو مؤمن؟ لكن بريدة رجل مؤدب ما بيفتيش من دماغه وما بيعرفش الغيب. فقال: الله ورسوله أعلم. سكت النبي. في اليوم التالي خرج بريدة إلى الصلاة فقابله رسول الله فسلم عليه وأخذ بيده. دخل المسجد لقى أبو موسى الأشعري بيقرأ القرآن في اليوم التاني. شوف الحرص على إنه يكون قبل الأذان. قبل الإيه؟ قبل الأذان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهو مؤمن؟ فقال بريدة: الله ورسوله أعلم. في اليوم الثالث خرج بريدة للصلاة وخرج النبي لصلاة العشاء، قابله رسول الله سلم عليه وأمسك بيده، ودخل الاثنين المسجد، وجد مين؟ أبو موسى الأشعري بيعمل إيه؟ منتظر الصلاة. بيكلم مع الناس؟ لا، مشغول بقراءة الإيه؟ القرآن الكريم. فقال النبي له: أهو مؤمن؟ فقال: الله ورسوله أعلم. في اليوم الرابع حدث نفس الكلام، لكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أهو مؤمن؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على الحريص على الإيه؟ انتظار الصلاة، قال: إنه مؤمن أواه منيب. إنه مؤمن أواه، دي صفة مين؟ أواه منيب، خليل الرحمن. ها، إنه مؤمن أواه، ها يعني بيشعر بالقرآن وقلبه بيتحرك بالقرآن وعينه بتدمع بالقرآن، منيب، رجاع، كثير التوبة والاستغفار، مع إنه إيه؟ مع إنه عابد لله سبحانه وتعالى. العجيب بقى فعل بريدة بقى. بريدة لما سمع الكلام ده ما حقدش على أبو موسى الأشعري، لا لا لا، قال له: يا رسول الله أبشره؟ أروح أبشره؟ أروح أقول له الكلام اللي أنت قلته ده عشان أدخل عليه السرور؟ قال: اذهب وقل له. فذهب إليه وقال له، فقال له أبو موسى: والله إنني لأحبك، والله أنا بحبك في الله، أنت جبت لي بشارة من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هذا الموقف كله بيدور على صفات كثيرة جدا: المحافظة على صلاة الإيه؟ الجماعة، عدم الفتية بغير إيه؟ بغير علم، اللي ما تعرفش في حاجة فيه تقول فيه إيه؟ الله أعلم. لما تسمع شر تعمل إيه؟ تكون مقبرة للشر ما تنجلوش. لما يكون في خير تعمل إيه؟ زيعه زيعه. لما يجي لك بشارة من أحد من الناس لابد أن أنت كمان إيه؟ ترد له هذه البشارة بالمشاعر الطيبة كما فعل أبو موسى الأشعري. شاهد في الأمر، أفضل ما نأخذه بعد 23 يوم أو 29 يوم أو 30 يوم من رمضان أنك حافظت على صلاة الجماعة، إياك أن تنقص على عقبيك، إياك ترجع مرة ثانية، إياك ترجع مرة ثانية. من عاهد الله فليستمر على ذلك العهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود وبالعهود، هذه صفة من صفات المؤمنين. جعل الله وإياكم منهم، اللهم أمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.